حفل عشاء بالكافالي كافيه جمع عدد من البلوجرز ومتتبعي السوشيال ميديا، ويلي تميزت بثيم جود فادر من خلال الإضاءة على أهمية هالعالم اليوم. جو ساحر مليء بالورود والموسيقى وثيم Godfather Night، اجتمعوا كل البلوجرز من خلال هالسهرة يلي أشرف عليها السيد محمد حجازي، وقضوا سهرة ولا أحلى. اليوم بكافالي كافيه عازمين البلوجرز، اهم بلوجرز بالشرق الاوسط، كل شيء فاشن ولايف ستايل، لنخليهم يجتمعوا كلهم سوا ويتمتعوا بالامبيونس تبع كافالي كافيه. عملنا ثيم اليوم سبيسيال هو جود فادر، استوحينا من الفيلم المعروف مع مارلون براندو والباتشينو، وهلا بنشوف كيف رح تخلص السهره بعدها مبلشه. السوشيال ميديا عندنا بلبنان وبالعالم كله كتير مهمة صارت، لأنه عم تدخل بكل المجالات، منها السياسة والفن والاجتماعيات السوشيال لايف، حتى بالساينس وبالطب، يعني عم تدخل بكل المجالات على تحسن حياة الأشخاص، فيها تكون بالإدوكيشن بحيلا مجال. وعم بتصير في عنا جروب من الأشخاص اللي هن بلوجرز، اللي هن مش تراديشنال ميديا مثل التي في والراديو، أشخاص عاديين بحبوا يقدروا يعملوا يعني بحبوا يعطوا رأيهم بأخبار أو بالمواضيع اللي عم بتصير بلبنان أو بالعالم، بس منهم بروفيشنال ميديا يعني مثل كنا عم نقول التي في والراديو.